قناة الشروق الفضائية، هذه تحية طيبة لكل المشاهدين الذين انضموا لمتابعتنا في هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي سينما مختلفة. مشاهدينا، نتوقف هذه المرة أمام تجربة خاصة في إطار السينما السودانية، تجربة تسلط الضوء على العامل الإنتاجي الذي، وعلى الرغم من أهميته القصوى في صناعة السينما، إلا أنه لا يحظى بالاهتمام والمعرفة المناسبين، إذ غالبا ما يبقى العامل الإنتاجي مثل الجندي المجهول. على الرغم من الرعاية الرسمية والتمويل الحكومي، إلا أنه يبقى دائما للمبادرة الفردية وحتى للمغامرة الشخصية دورها في صناعة الفنون. هكذا وعبر تاريخ السينما كفن وصناعة، كان المنتجون هم من يحملون الأعباء المادية لخلق صناعة سينما دون انتظار الحكومات أو الدول. وللقطاع العام والقطاع الخاص سيكون نصيب ما في تاريخ السينما السودانية، ففي حين تولت الحكومة إنتاج الأفلام الوثائقية التسجيلية، كان على المغامرين من رواد السينما السودانية تقديم اقتراحاتهم من خلال إنتاجهم الشخصي للأفلام الروائية الطويلة. خلال محطتنا هذه مشاهدينا مع السينما السودانية، سنعود وإياكم إلى تاريخ هذه السينما، حيث نجد أنه خلال قرابة 60 عاما هناك تاريخ للأفلام السودانية الروائية الطويلة، حيث تحققت الأفلام التالية: فيلم أمال وأحلام إخراج إبراهيم ملاس عام 71 وإنتاج شركة الرشيد عطبرة، فيلم شروق إخراج أنور هاشم عام 74 إنتاج شركة أفلام الطاووس للإنتاج العالمي، فيلم عرس الزين إخراج خالد الصديق عام 74 وهو من إنتاج شركة الكويت، فيلم تاجوج إخراج جاد الله جبارة عام 81 وإنتاج استوديو جاد الله، فيلم رحلة عيون إخراج أنور هاشم عام 85 وهو من إنتاج شركة أحلام وادي النيل، صلاح بن البادية عبد الله محمد سليمان، وفيلم ويبقى الأمل من إخراج عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عام 93 وإنتاج شركة عليوة محمد عليوة، فيلم بركة الشيخ وهو فيلمنا لهذه السهرة إخراج جاد الله جبارة عام 2001 إنتاج شركة زرياب وللمنتج وهو ضيفنا أيضا لهذه السهرة مصطفى إبراهيم، فيلم سنوات الصبر إخراج أنور هاشم عام 2003 إنتاج شركة أفلام الطاووس للإنتاج العالمي، فيلم البؤساء إخراج سارة جاد الله عام 2006 وإنتاج استوديو جاد الله، فيلم التراب غرباء إخراج ضيفنا أيضا مصطفى إبراهيم وهو من إنتاج العام 2006 وطبعا إنتاج شركة زرياب للمنتج مصطفى إبراهيم. نلاحظ هنا مشاهدينا أن هذه الأفلام الروائية الطويلة جميعها هي من إنتاج القطاع الخاص، في حين لا يسجل للقطاع العام أي إنتاج في هذا المجال. أعزائي، كانت قرية الزوزاية تعيش بهدوء واطمئنان بالكثير من البساطة على الرغم من شظف العيش، ولكن قدوم الشيخ أبو طاقية سيهدم هذا الهدوء ويبعد هذه السكينة، سيكون قتل ويكون اتهام، وتنفضح اللعبة على كذب واحتيال وتستر مزيف وراء أقنعة سرعان ما تنهار. إذا مشاهدينا، من أجواء فيلمنا لهذه السهرة فيلم بركة الشيخ، نتحول وإياكم إلى متابعة مشاهد مختارة منه وهو للمخرج السوداني جاد الله جبارة، وسنلتقي كالعادة بعد مشاهدته مع منتجه الأستاذ مصطفى إبراهيم، وأيضا سيكون لنا لقاء مع المنتج والمخرج السوداني التاج السر جارون. فمتابعة طيبة أتمناها لكم وأهلا بكم من جديد. Thank you.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والضحى. والليل إذا سجى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. اللمين خبارك لا انت لا ابوك ما شفتكم في صلاة الصبح، لعل المانع خير. والله يا ابو الشيخ الوالد مورو شديد، حمى طراش وجع راس. حسبي الله ونعم الوكيل. شال اللي كله اللي قريب الصبح حتى النام، وانا بعد ذاك شان النوم. ده كلام شنو؟ ان شاء الله ربنا يجعل له سلامه وكفاره. اسمع اقعد قري اخوانك ديل، خليني انام شاعود واجي راجع. سامح؟ هيا بسم الله. إلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. تفضل يا شيخ. هل تجيب الفطور؟ لا لا، أنا فكيت الريق مع أبوك العبيد. أمشي أنت أفطر، وبالمرة كلم مع خالتك مريم جيب لنا منها القهوة. وإنتوا ها كمان أمشوا برضو أفطروا. أمشوا فيكم الريق. يا جرح. ايوه. بيت الشيخ وين؟ شيخ احمد ولا شيخ عبد الرحمن؟ شيخ الخلوة. شيخ الخلوة. ابقى على المنزل انا نادي ليكو. شت حاول. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مرحبا. 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 ابو عشرة. مرحبا. السلام. مرحبا. تفضلوا. تفضلوا. مرحبا. مرحبا حبابكم عشرة. مرحبا. الله يبارك فيك حبابك. ان شاء الله البلد ترحب بيكم. مرحبا. اها ضيفان ولا مسافرين ولا تايهين؟ ضيفان ان شاء الله. مرحبا. مرحبا حبابكم. الله يبارك فيك. مرحبا بيكم. مرحبا. جيناكم زائرين ومن هنا مسافرين. ليه دار السافر؟ قال ليه دار جعل ولا ليه دار الشايقية؟ مرحبا بيكم. اي ان شاء الله ترحب بيكم. ربنا يعدل خطوتكم. امين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. قوموا على الطعام. اللمين غسلون يدينه. بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هتفضلوا على الطعام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. انا بمشي. نعم. بجيكم بعدين بمشي معاكم نصلي الظهر في الجامع ان شاء الله. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. ان شاء الله. بسم الله. قول بسم الله. بسم الله يا رب. يا رب. الله. انت والشيخ عبد الرحمن؟ لا لا انا حواره. ابو العبيد وانت الطاهر دفعني له عشان اتعلم القران واساعده. أصل شيخ عبد الرحمن ما عنده جنة من صلبه. ومرته حية ولا متوفية؟ مرته خالتي مريم حية وعايشة معاه، إلا ربنا ما قسم ليهم جنة. يعني المعنى شيخ عبد الرحمن رجل خالتك؟ لا ما خالتي لزم، لكن من ما عرفتها بقول لها خالتي مريم. انت عارف يا الشيخ والله ازاك اذا باقي لنا راس حوص. شو سويت معه؟ انا بسكت والله يا عمده عكازي ذاك الوقت تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا شيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. كيفينك؟ قبلكم قبلكم. حبابك يا شيخ. حبابك. ابقى قدام يا شيخ. بارك الله فيك. اقعد اقعد. ان شاء الله كويسين. بارك الله. جلسه في الحرم ان شاء الله. جمعنا جمعنا شيخنا ببركتك. يتحدثك يا عمده. خير ان شاء الله. نزلوا في الحله ضيوف. هذا اقول. ايوه نزلناهم في المضيفه وقمنا نحوهم بالواجب، وقلت برضو من الواجب انت اول زول تعرف. بارك الله فيك يا شيخنا وجزاك الله كل خير. بارك الله. والضيوف من وين ان شاء الله؟ والله ما عرفتهم، لكن باين عليهم جو من محل بعيد وقاصدين السافل. ظنيت المداح قديم مداح. اي ظنيت المداح. انا بنقابلهم بعدين.
وبنسائلهم وبنعرف اخبارهم كلها. هي بالصحة. ودعتكم الله. ما تقعد يا شيخنا. لا لا وراي حاجات كثيرة. مع السلامة. ودعناك الله ورسولك. سلام ورحمة. دعناك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب حبابة الشيخ. حبابة المبروك. والله يا أخواننا ألا مين كبر وبقى راجلا يتكلوا عليه. عاد بعد ما حفظ القرآن تاني في شنو؟ والله ما كنا بنعرف أبوه العبيد ود الطاهر، كنا قلنا شيخ عبد الرحمن ولده من ظهره. والله كان ولده من ظهره، ما كان سوى له أكثر من السواه له ولا مين. الله يا زول شيخ عبد الرحمن ما قصر، رب رجال فتح بصائرهم وعلمهم وملوا البلود، بقوا محامين وقضوا ومدرسين وفندية. إلا اللمين اللصق فوق شيخ ما داير فارقه كله كله التقول ماشي يورسه. هلا هلا دول والهان حسا يعني نقول شنو الشيخ عبد الرحمن ده قطع العشم فوق الولادة. هزولها اتماك نصيح زول بعد ما يفوت الستين تاني صعب. يا زول استغفر المولى سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. والله يا عمدة يعني نحن متأسفين، يعني دخلنا دياركم بلا استئذان لكن عشمنا فيكم كبير. والله سامعين بيكم وجايين قاصدينكم من سنار. كنا ننزل عندكم يومين ثلاثة وشيخ عبد الرحمن جزاه الله خير ما قصر قام بالواجب كله. بارك الله فيه وفيكم. الديار دياركم يا شيخنا وإن شاء الله ترحب بكم. مولانا الشيخ إدريس أبو طاقية معروف في سنار، جده الشيخ الصواف والدجعيلي كان بطب المجانين ويده لا أحبة. يا زول شيخ عبد الرحمن في الأول قايلكم مداح. نحن يا عمدة مارقين عليه بركة الله، نداوي الناس من أمراض الدنيا ومس الشيطان. زيارتك لنا يا شيخنا إن شاء الله تكون خير وبركة. دحين يا شيخنا بتعرف الحجامة؟ أبدا والله يا ولدي أبدا. ولا الكي؟ ما جربته. أكان كدي؟ لابدًا بتعرف الفصال. أبدا والله يا ابني ده كله ما جربته. شيخنا بطاقية ما عنده شغيرة يا طالله، وجوده السابقين كانوا بعالجوا بها يا طالله، وشيخنا ما بداوي إلا هو صايم، عشان كدي اختار يوم الاثنين والخميس يداوي فيهم الناس. ده الكلام مثل الحال. هوي عمرها دول هنا. هاي قومي انت ما دار زاد الشيخ قومي ماشي وينك انت دخل ليه شيخنا؟ دخل ليه شيخنا؟ هي قالولي فوضى ساكت الحكام ما في نظام هنا. انا ما مسؤول هنا، انا قاعد ساي هنا. قال له طرطور ساي ما قاعد هنا مسؤول من الناس كلهم بيدخلون واحد واحد. لا من جلك الدار هذا محلك هنا خلاص تكبع هذا محلك. لا ماشي وين اقعد محلك هنا. يلا ما كويس خش يا بنت الحاج. اسمك منو؟ اسمي سكينه بنت الحاج. مرضك شنو يا سكينه؟ عيانة بشنو؟ عندي وجع في جسمي ده كله مفاصل ده كله موجعان. الا قومي 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 انت دي الشبقانة دي قومي اجيبي قبلك هنا. انت قبيله الناس على قايلها فوضى ساكت ده تخشي قباله الاسمان كل ليل. انا شغال هنا شو ما موظف. يلا خشي خشي بلاش كلام فارغ. يلا امشي. حبالي نفسها بنت الشيخ. بالراحه بالراحه يا نفسها بنت الشيخ بالراحه. مالك؟ والله يا مولاي الطمام وجع الراس من هنا لهنا ما بقدر اتحرك. سلامتك. قومي قومي ادخل على الشيخ جوا وعارف كل شيء. ما تفتحي خشمك بكلمه. قومي قومي خش. عم حسن دورك جاء قوم اتفضل اتفضل خش على الشيخ اتفضل.
نفيسة بنت الشيخ عندك دوشة راس ها؟ وجع الراس طوالي ده عارض قوي عارض شديد وخشتك عين كمان بيزول إن شاء الله. هاي لا حول ولا قوة إلا بالله. أها الصباح بدري تستحمي بالمحاية دي قوم ركبك سلامتك يا ابوي. وتاني وتاني شنو كتافيك سلامتك ان شاء الله ربنا يعجل الشفاء ان شاء الله. حاج حسن الركب تعباك والكتافين ما شاء الله ما الكبول الرطوبة ولحم البقر والشطة. قوم يا العبيد قوم اشرب الموية دي بتنفعك. بشيشك يا جن على ابوك. ان شاء الله ربنا يجعل لك فيه الشفاء. امين يا رب العالمين. يديك العافيه. قالوا يا شيخ عبد الرحمن الحله نزل فيها فكيه يداوي المرضان ويطب المجنون. نعلك ما بتدورنا نوديك لو يعالجك من الورده. انا ابوي باكر كان ما بقى طيب بسوقه ديو لسبيتاليه في الخرطوم بحري. لسبيتاله؟ نحن وقت الله جاب لنا الفرج لحد عندنا. نجرب الشيخ بطاقية زي ما قالوا الأرض جربت الحجر. يا عم الزاكي الزول يجرب في كل شيء إلا صحته وعافيته ديل ما فيه اللعب. أفو ليه ده كلام شنو يا العبيد والد الطاهر؟ يا شيخ عبد الرحمن نحن رجال كبار وعراض وبيدقونا نقوم ونقع في شان صالح الناس وليد كنا مرقوا لنا لعب في لعب. أنا ما قلت كده يا عم الزاكي. أسكت سكت حسك. الله كبرت يا اللمين كبرت وبقيت ترد عليك وبارك. يا شيخ الزاكي الجنة ما غلط عليك ما في داعي للزعل. يعني المعنى بتحامل اولادك لكن انا غلطان جيت اكفر ليك وبشرك بالشيخ ابو طاقية عشان يعالجك ويداويك. غلطان والله وصاف في التراب. اقعد يا شيخ الزاكي صلي على النبي يا اخي اللي بيسوي الله بتبقى اقعد. لا يا شيخ عبد الرحمن انا ما لي قعد بعد ده. وكيف العبيد ود الطاهر بقى يدافع على اولاده وفوق بيته لكن صح تخلى داره انقل مقداره. ابو الشيخ انا غلطة حاشاك يا المبروك حاشاك. انت يا ابن كشف العيان يا ابن اخذ الجعان ويا بيد النهبة يا الدعوة الصادقة. اسمك منو؟ فتون بنت الفحل. بلد التقول طلقوا فيها نار يا ابوي الشيخ الخلوق انكسرت على المنزلة كهسين تدوي العلاج عند الشيخ ادريس ابو طاقية. المداوي رب العالمين هو الشافي وهو الكافي. لكن التقول الحلة دي جت صبحت بين يوم وليلة كلها مرضانة. ما كلهم جايبون المرض في ناس جايب الفضول جايين يشوفوا الحاصل شنو ويعرفوا الحاصل شنو. حسي في الباقي ليك الشيخنا الشيخ ادريس ابو طاقية ده صح عنده سر العافية. علم عند سيده الله العليم. هاي لكن يا شيخنا علمي لا تنشغل بجنس الكلام ده. راح على ابوك العبيد نمسي عليه ونشوفه. قوم راح سمح يا شيخ. الله يا الله انا اللي قدامك دي والله خلعني خلعه وقبال ما ادخل عليه وسمح نهرني وقال لي يا دخلي وقال لي ما تخافي وحكى لي مرضي كله. قال لي عندك الدوخه وعندك وجع الكرعين وقال لي باذن الله بتشفي.
هيا يما ده يلحقني ويفزعني باكر من الصباح. انا ما شليه عشان يوريني بطني دي فوق شنو. اللمين كيف حالك؟ لي يومين ما شفتك، الحاصل شنو؟ الله يسلمك يا بنت العرب، والله مشغولين مع الضيوف في المنزلة. ضيوف شنو يا اللمين؟ انت ما عارفة؟ ما جا واحد فكيه وقال بداوي العيانين. فكيه بداوي؟ اصله شنو؟ دكتور؟ دكتور شنو؟ ده واحد معاه رجلين، والله انا لهسه ما قادر افهمه. تفهم ليهم شنو عليك يا اللمين؟ كده خلينا في الحاصل، ابوك ده عيان ولازم توديه للسبيتاليا. على كل حال انا مسافرة بكرة في قطر الساعة 10، تمشوا معاي. لو اتأخرتوا تجيني في سبيتاليا بحري، تقول لهم عايزة تداي بنت العرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدوروا قابلة الدهب بنت العرب. إن شاء الله انتظرها هنا. أنا ذلك. الساعة البنية دي قاعدة براها هنا لا أمها ولا أبوها. يا أبوي الدنيا ماشية في تقدم ولسه أيام نشوف ونسمع. عمي العبيد كيف حالك؟ حبيبي سلامتك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. اللمين ازيك؟ أهلا. اتفضلوا ادخلوا. ازيك يا حاج؟ حبابك. مالك كفارة؟ كفر الله سيئاتك. حكاية شنو؟ الله يا ولدي ربطي واجعاني وظهري وجسمي ده كله، لا بنوم بالليل ولا بنوم بالنهار. ايوه ده ارقد لي كويس كده عشان اكشف عليك. يا لطيف بسم الله. الله يا لطيف يا لطيف. الله سالم. السلام عليك. مرحبا. عايزين واحد قريبك ولا حي مستنيك في برا. حاضر. شكرا. حالك. الله يسلمك. سلامات. الله يبارك. ان شاء الله طيب. الحمد لله. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. الاهل والعقاب ان شاء الله طيبين. طيبين الله يسلمك ويعافيك. شقه عجيبه لعن ما في عوجه، ولا جبت السوق زي عوايدك؟ لا لا، جبنا ابو العبيد من بريطانيا، باقي متحسس شويه لكن هسي الحمد لله بقى طيب. ربنا يكتب سلامته ان شاء الله. الله يسلمك. ما قالوا نزل عندكم فكير وبن مويه، مالكم ما وديتوا ليهم؟ لا لا، باقي خالك العبيد مرضه حق دكاتره، ما هو مرض فقر. بس حالتي قلت ماشي اخذ لي اجازه انزل بها البلد، منها اسلم ومنها اشوف الفكي حقكم ده كان القليبه صار له وجع الراس الغلبني ده. حبابك عشره، انت بس تعال والبسوي على الله اتبقى. السلام عليكم. مرحبا طه. كيف حالك؟ سلم على اللمين واتخانا. السلام عليكم. عليكم السلام يا طه. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الحمد لله. شرفت. اسمع، الليله السياسيه الكبرى ما تنتهي في نادي الخريجين من درمان. ايوه ان شاء الله. انا ماشي وراك. السلام عليكم. كيفك يا اللمين؟ الله يسلمك. ناس الزوزاي. السلام عليكم. حبابي ازيك يا عمي؟ حبابي كيفك؟ الحمد لله. ما بقيت طيب؟ الحمد لله. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. الا سالم ليه حسي ما جاء؟ بقالو انا كلمته وقال بيجي الليله. السلام عليكم ورحمه الله. حبابك. وعليكم السلام ورحمه الله. حباب سالم. عمي العبيد كيف حالك؟ سلامتك. الله يسلمك. دل على السلام. الله يسلمك. سبحان الله، هسه كنا في سيرتك. كيف حالك يا ابا؟ الحمد لله، بارك الله في اللمين ولديه. كان ما هو كان جيت الاسبيتاليا. كيف حالك يا سالم؟ احنا بنت العرب. كيف حالك؟ ما بتقدر من بيت عمك؟ والله يا بنت العرب المشغوليه والجري، لي زمن عندي صداع ما داري يفكني. قالك ما جيت الاسبيتاليا؟ ترى عمي العبيد جمتك لي انه هسه الحمد لله بدا يتعافى. اي الحمد لله. انت عمي ما قالوا نزل عندكم فكي في الزوزايه بداوي بالعلاج البلدي، وقالوا سره باتع.
الارض جربت الحجر يا اخوان. الحجر شنو ارض شنو يا ثاني؟ انا بس علي بالحصل علي عم العبيد دخل الاسبيتاليا وهسي الحمد لله بدا يتعافى. اي الحمد لله. سالم يا اخوي ما ترمي كلام وطا، ابوي شم العافيه بعد ما دخل المستشفى. اي بالحمد. عفيت منك يا لمين، هسي عم العبيد بعد بكره مخرجينه وانا صادر بلد يوم الخميس. خلاص نتقابل هناك. وانت يا لمين خلينا نطلع نتفسح العصر ونمشي نخش دار الرياضه، الكوره هلال من ريختي بتشجع يا تو. انا ما فاضي لجين الزا، انا بالي في الخلوه في حفظ اللوح بتاعي. عندي نفس يا مريم. لنتين لنتين يا شيخنا ما عندك نفس. الله كريم. الله يصبرك، الله يصبرنا كلنا. كتر خيرك يا مريم.
كتر خيركم كتر خيركم وبارك الله فيكم. يعني انا ما عندي فراش، ما عندي فراش. ولدي مات مقتول وما تعرف القتل ابنه. لا حول ولا قوه. مين مات مقتول على هذا البلد؟ لا حول ولا قوه. القتل ولدي ابنه احنا. القتل ولدي ابنه اصبر على العباد اخوي ربنا يلزمك الصبر. لا حول ولا قوة الا بالله. البركة فينا وفيك يا شيخنا، البركة فينا وفيك. ولا مين الله يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته مع الشهداء والصديقين. لكن يا شيخنا وقتين المثل اللمين ده يموت مقتول ومغدور به، يبقى الدنيا دي تب ما فوقها أمان، يبقى الدنيا ما فوقها ما. الحمد لله. الشمس شمر سواعده يا شيخنا، شمر سواعده وقصدنا عديل، وما ظنيتنا بعد دندوق لنا طعم ليه راحة ولا سكينة. الحمد لله. الشر قصدنا عديل يا شيخنا، دحين اخير نستعد له. البكا والنواح ما فيه، أخيرنا قوي عودنا ونستعد له يا شيخنا. ولا مرده لابد بين، ولابد تبين حقيقته، لابد تبين حقيقته يا شيخنا، لابد تبين حقيقته. مرحب، تفضل. حباب العبيد مرحب، تفضل على العبيد. عمدة ايه الكتل ولدي منو؟ اقعد يا حاج العبيد كذي، وحد الله لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. عمدة انا حشاي محروق، وانت براك عارف حرقة الحشا يعني شنو. الا مين مات مقتول ومغدور به كمان، والواجب عليك يا عمدة تخبر الكتل ابنه. انت كان بتتهم زول قول، وانا حسدي بقومك بطولك. انا ولدي البلد دي كلها عارفاه، ما عنده ضد مع زول الا مين ما الله خلقه، ما غلط عليه زول ولا في زول غلط عليه. نام بتدورنا نسوي شنو يا العبيد؟ ده كله نحن عارفينه. بتدورنا نقع قبض ساكت فوق الناس كده من طرف، ولا المعنى شنو يعني؟ انت بعد كده لك ان تبلغ البوليس. انا كان كنت بدور ابلغ البوليس، كان بلغت قبال جناي ما يدفن. لكن الدائره اقول لك يا عمده، الوقع على اللمين ده شر وبلا عديل، وما ماشي يقيف عند حد اللمين. ده شيطا متقصدنا كلنا، والواجب عليك يا عمده تدرى البلا عن الناس قبال يقع. كان كدي ما في غير الشيخ الطاقيه، نلجا له يكشف لنا كاتل اللمين وزرع عننا البلاء. ما في غيره بيقدر على جنس ده، ما في غيره بيقدر يورينا كاتل ولدك منه، ما في غير الشيخ الطاقية. حي الله حي. قريب قريب عاين اكشف المستور، شوف كاتل اللمين ولد العبيد وكيتو، واحفظ رسمه واصفه لهنا. عين قوي آه. شايف شنو؟ شايف ليه صورة زول؟ أيوة لكن ما واضحة، الدنيا ليل. عين عين بالحيل، لا يهمك غيم ولا يهمك ليل، ركز في الصورة تلقاها في القعر محفورة واضحة وجلية، ما محتاجة قضية. شايف شنو؟ شايف شنو؟ شايف له راجل عجوز
وصفه لينا. طويل ولا قصير؟ سمين ولا ضعيف؟ احمر ولا اسمر؟ عين شديد. شايف شنو؟ احمر لا هو اسمر. لا هو طويل لا هو قصير. مربوع يا شيخنا. وصفه لسه عنده دقينه زي متلفح بيته مش عايز يسيبها. ناس زول عند الوصف ده بتعرفوه؟ عنده دقينة ترفع بيتوب وشايل سبحة. ناس دحين ما شيخ عبد الرحمن. ناس انتوا كان جنات تقولوا ليلة في زول عاشق تقول كلام زي ده؟ يا ناس الكلام ده ما وقته، ده كلام اهل الباطن، كلام اهل الباطن. هذا البكا ماشي يجيب شيء، كان بيجيب شيء ترى انا بكينا وفتر اخيرا نصبر اخو اخيرا نصبر اخو. قلت لك يا امنة ده شر شر ويتقصدنا عديل بلا وماشي عم الحلة دي كلها. الله أعلم من جاب النزول، الله أعلم من جاب النزول. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حليمة ازيك يا اختي؟ حبابي الله يسلمك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الحمد لله. خدت سرة معنا؟ انا ذاتي راجياها. قلت ليكي سمعتي بخبر اليمين؟ سمحت بيا بنت امي خبر شيء ما بتقال. يما 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 السرة. اقعد اقعد. مو فيش نو بزعلك ود السرة باقي تجيب الخبرات. قلت لك ود السرة. مالكش بالدوري صحيح عرفتوا قتل اليمين؟ اي قتلوا شيخ عبد الرحمن. هاي لكن حاج عبد الرحمن ده قتل ولده اليمين ده ما مثل جناه وجايبه من صلبه. ظنته فيش عم بدوروا يجيبوا له الجنا. ما داير دول يشاركوا في الخلافة. هاي شوف العويرة دي والله انت ما كان عرفات حاجة سو واكد شنو؟ الجنة سو واتو ما جنى الشيخ عبد الرحمن جنى منو؟ الجنة ما زارع اللمين. واب علي واب علي اللي يا ايما خبر السواد والرمان علي الطلاق مثل ما بقول لك هسرة هنا هسرة. محمد ولدك السرة ما في نعم ما في عوجة على عباد اخوي. امشي كذب على اخوي بلا كلام فارغ معاك علي بن يمين. الليلة ولدك ده القاه الا اضحوا لك عديل كذي تجمي ما محمد سوى شنو اللي واب علي الحق يا عمده العباد ود الطاهر حالته مويها شايل عصاته وسكينه وحايم في الحله ظنيت تبكوس على زول بدور غطس حجره غايته وجاهه مويه. يا ابو مروه يا ابو مروه ابو العمده ابو العمده انا في حواك العباد ود الطاهر ظهر صحني ابو العمده. والله علي باليمين علي باليمين الليله ودخلت في بطن امك ما اخليك يا ود الكلب. لا كيف العباد وبالحداوه ورينا الحاصل شنو. الحاصل شنو؟ مالكم؟ ما سامعين الكلامات الفارغه الطليقه الكلب ده في البلد؟ اسمع ود السره انت كنت بتقول في شنو؟ انا والله ابو العمدة ما قلت حاجة. سمح القال منو؟ اصلتك عشان تقول ديس الكلام ده منو؟
علي اليمين الليله ما تبلغ النصيحه الا اتيك وضحك شح كده قدام الناس ديل. طبحوا كيفن؟ قايلوا هامل ولا مقطوع؟ اطبحوا واطبحك انت كمان معاهم. يا ولي انت جابك هنا شنو؟ قولي كده ولا كده ولا ما تخرب كلام فارغ معاك؟ احنا ما مالين عليك؟ يلا انت يا ود السره قلت شنو؟ الله يا بيل عندنا ما قلت حاجه، ده شيخ ابو الريش قال كلموا الشيخ ابو طاقيه. كدي سامح اصبر لهم الليله. اصبر على بيت اصبر. ابو الريش قال لك شنو يا ود السره؟ ابو يا العمده انا ما قلت لا شيخ ابو الريش قال يا ولد تتكلم. سمع قال الجلل في بطن مريم ده معك شيخ عبد الرحمن قال زارع اللمين عشان كده شيخ عبد الرحمن قتلوا. يعني يا عمده موت اللمين ما كفى كمان يجي الولد المطرطش ده عاوز يسوي لنا سمعه في البلد؟ احنا ناس طول عمرنا يسيبنا ده مثل الذهب المجمر، يجي الولد اللهبل ده على اخر عمرنا بدون خطه لنا خطه سودا؟ كيف يعني شيخ ابو الريش املى راس الولد اللهبل بكلام فارغ مثل ده؟ انا علي باليمين الحكايه دي اللي الحق حدها الليله. استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله. حاشا وكلا حاشا وكلا، ده ما كلامي يا ناس، ده كلام اهل الباطن، ده قولهم هم. وكان جعل لساني ما علي الا البلاغ، وكان قالوا حصل يبقى لابد ان يكون حصل. نصيحتي ليك يا حاج عبيد تشوف مصلحتك ومصلحه ولدك. مصلحه شنو؟ هو تاني فضلت لنا فيها مصلحه؟ ان الله غفور رحيم، عشان ربنا يسامحه ويغفر له كان لازم تقوم بالواجب. والله يا مولانا ما قصرنا، بنترحم عليه وفي كل صلاه بنترحم عليه. لا ما كده وبس، انتوا ما طارين انا رفضت اصلي على الجنازه؟ اي طارين يا شيخنا، لكن ما وريتني السبب شنو. السبب انه الولد ده مات وهو مرتكب كبيره ما بيتطهر منها لو غسلتوه بميه البحر دي كلها، وانتوا دفنتوه وهو عمل غير صالح. حاجة العبيد قلبك ما فيه فايدة يا حاجة العبيد، خير تعمل الفيه فايدة ليك ولي ولدك. فايدة شنو بعد الولد ما كتل؟ هو فعلا أمر صعيب وقاسي، لكن ما في غيره. قول يا شيخنا، كل شي بأمرك يبقى هين وسائل إن شاء الله. طلعوا الولد من تربته، تقيموا عليه الحد 80 جلدة على رؤوس الأشهاد، وبعد ذلك تصلوا عليه وتدفنوه تاني. شيخ عبد الرحمن ما عندكم عليه دليل، وكان خليتوه وسطكم في الحلة يبقى ليكم لعنة يا فيضان ولا طاعون ولا مصيبة زمان. مشيت وين اخوي برا تخبرني؟ انت ما تعرفني بنشتغل عليك يا ولد عمي. مالك يا عشاي شايل الدنيا فوق راسك؟ غلبك الصبر يا ولد عمي. عاد نسوي شنو؟ ياها قسمتنا وراضين بها، وما خير الله عليك وعليه توكلنا وليه فوضنا الأمر. آه
اخ يا امنا يا بنت الزين، انت ما عارفه حاجه ساكت، نحن مقفولين بجاي والدنيا مقلوبه فوق روسينا بغادي. عاد نسوي شنو يا اخوي؟ بعد اللي ما بعد كان الدنيا دي كان انقلبت ولا انعدلت، احنا مالنا بيها. كيف مالنا بيها؟ قالوا الكلام يوصل بلاد الريح وعنا ضانسيد ويقيف، اللبيل الناس ما دار تريحوا في قبره ولا تريحنا معاه، لكن سيرتنا وسيرته بشين شين. الشاش جابوا للنبيل حافظ القرآن النهضة مثل الدبلان. قالوا قتلوا الشيخ عبد الرحمن مشان ضبطوا مع مرته. قال لابد نحفر من تربته ونجلد 80 جلدة حتى ندفنه تاني. يا ناس هاي، يا اهل البلد، يا ابو مروه، شيخ الطاقي يا شيخ السيوم والرباط اللي مين يبرى منه بيقوله. يا ناس هاي اللي مين حافظ القران ابصر يطلع صعبين الدبلان. يا ناس هاي، يا ابو مروه، يا الله، يا ناس هاي، يا اهل البلد، البذور الدرب العديل يمشيب وما يسوي الشيء، ما يسوي الشيء، خلي الخلوق تحكيه. ابوي 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 ابوي، البشارة سالم اخوي جا. انا تجنيت سالم بيجيبه، شنو حصل؟ الله يتنيه ابوي، كان سالم اخوي ما جمله من الخرطوم. والله اها، كان بالصح سالم جا الا اديك بخمسة. السلام عليكم. الو، ازيك يا سالم؟ كيف حالك؟ ولدي كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. كيف الحال؟ حالك يا الله يخليك. شديد. كيف صحتك؟ حالك؟ الحمد لله. ان شاء الله كويس. الحمد لله. وقت اخوك كلمني ما صدقته. محل ما في عوج. ما في عوج يا ابوي. طيب طيب. طيب الحمد لله. طيب. كيف صحتك؟ طولت منا بالحيل. الله يخليك. ادخل استريح. خلاص يا شيخنا. العبيد وافق على قبض الحد على جسم ولد. الحمد لله ربنا هداه. والله انا كده ضميري والله ارتاح. ما المسألة دي كان لازم تتم، وطالما الأب وافق ورضيان إن شاء الله ربنا يرفع البلاء والشر منكم ومن البلد كلها. آمين. أنت عارف وقت قلت إجازتك أسبوع عوجة ما في، يوم الاثنين تمشي ليش يا خطاقية يعالجك من وجع الراس اللي قلت تغلب الحكم ده. حسا نشرب الشاي ده ونمشي لخالك العبيد ضد الطاهر، تعزيه في المصيبة اللي حصلت عليه دي، تشيل الفاتحة في اليمين وبالمرة شوف خالته كاملة، حالته بقت صعبة خلاص، الناس بقت ما بتعرفه. Thank you.
حالك؟ سلام عليكم. الله يبارك فيك. على السلامة. كيف حالك؟ كيف حالك؟ مستعجلة ليه؟ حالك زين؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ الله يخليك. وانت سرع. حالك زيك؟ كيف حالك؟ سلامات ان شاء الله. طيب الله يبارك فيك. الحمد لله. انت كويس؟ كويس الحين. حاجة سرع كويسة؟ كويسة بأمان الله. الحمد لله. الله يبارك فيك. سالم. سالم الحيل 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 ألزم الصبر ألزم الصبر ألزم الصبر.
ضمن الظروف والشروط اللي كانت متوفرة. إذا كانت جاهزة هذه من حظه. نعم. نعم. لو عدنا إليك أستاذ مصطفى، يعني أنت في بداية الحوار مررت مرور على يعني خلفية العمل، كيف تم اختيار الرواية، لكن لو حكينا شوي بشكل تفصيلي أكثر عن كواليس تحقيق فيلم بركة الشيخ من اختيار الرواية وحتى تنفيذه كفيلم سينمائي. هو طبعا الدافع الأساسي لإنتاج هذا الفيلم أنه الدجل والشعوذة هو تقريبا منتشر في قطاع الأفريقي كله، متجذر في بعض البلدان الأفريقية مثل نيجيريا ومثل السودان بصورة واضحة جدا. هذه الممارسة لها كثير جدا من الجوانب المأساوية. معتاد الناس في السودان وفي غيره أن يتناول الدجل والشعوذة من ناحية هزلية كوميك وليس تراجيك. أنا كان يؤرقني جدا بأن هنالك كثير جدا من المآسي الذي كان وراء هذه البدعة وهذا الدجل ولم يتطرق إليه الناس، بحيث أن هنالك ضحايا كثر لهذا المجال ولكن لا بواكية لهم. وبالتالي حاولت أن أنشط في ذهن المستمع والمشاهد حتى العربي وحتى على المشاهد الرياضي هذه المأساة وهذا الجانب بالقدر الذي عايشت الأمر، لدرجة أن هذا الفيلم عندما عرض مثلا لطلبة الدراما في معهد الموسيقى في السودان بكى الطلبة لأنه يعيشون وجدانا تراجيديا. وكثير جدا من مشاهد الفيلم هي مشاهد مبكية إلى حد كبير جدا. وهذا نجاح للفيلم لأنه حقيقة مس وجدان الناس في كثير جدا من القضايا اللي كانت بالنسبة للناس الآخرين هي نافلة وليست أساسا. وبالتالي أنا أفتكر أنه من هذا المنطلق كان حماسي إلى هذا العمل لكي يبقى خالدا في ذاكرة الشعب السوداني. وقبل ما جئ إلى هنا بأسبوع واحد تم عرضه في جامعة التقانة عرضا كاملا لكل الطلبة من جديد في مناسبة ثقافية كبيرة. وبالتالي ما زال الفيلم يعني يأخذ بعده لأن ظاهرة الدجل والشعوذة هي ظاهرة ليست آنية وليست بالضبط. هي ظاهرة مستمرة. نعم. ومتقطعة. نعم. طيب أستاذ مصطفى، يعني في فيلم بركة الشيخ قام المخرج عبد الله جبارة والفنان مكي سنادة بكتابة السيناريو والحوار، إلى أي درجة باعتبارك أنت كاتب القصة إلى أي درجة كان أمينين على القصة؟ صحيح، هم شكلوا غدا جد كبير جدا من الأمانة بحيث إنهم لم يخرجوا عن دائرة الكتاب. السيناريو المكتوب يحكي قصة، يعني يحكي القصة الأساسية كما حكاها الكتاب. وبالتالي يعني هذه قد تكون محمدة وقد تكون سوءة في نفس الوقت. يعني ما فكروا في أن يضيفوا إضافات كبيرة مثل ما قال الأخ لا يسر. إلى حد كبير جدا أنا شاركت في كل مراحل إنتاج هذا الفيلم، حتى من كتابة السيناريو، حتى في اختيار الشخصيات التي مثلت، حتى في عمل المونتاج. يعني لم يكن هناك نقاط اختلفتوا عليها بموضوع كتابة السيناريو؟ لم نختلف على موضوع كتابة السيناريو لأن كتاب السيناريو حق الكتاب. والحاجة الثانية أنه أنا كمنتج غير كاتب روائي غير مشارك في السيناريو غير يعني متولي أمر إدارة هذا الفيلم كاملا، كنت جاهزا لكل الخطوات التي أو كل الهنات التي يمكن أن تحدث في يوم مثل جو السودان. وبالتالي كنت أعمل مداخلات في كل مرحلة من المراحل بحيث أنه لا يحصل يعني تساقط كبير جدا، بحيث أنه لا يفشل هذا الفيلم. ومن حرصي أنا لم أكن ممثلا، ولكني عندما اضطررت إلى أن أكون قاضيا دخلت ومثلت قاضيا تلقائيا دون أن أرجع إلى السيناريو ودون أن طيب أستاذ تاج الزر، بنفس المحور يعني ما بين الأماني للقصة الأدبية والأماني للفيلم السينمائي، يعني برأيك ما هو الأهم وأنت شخصيا إلى أيهما تميل أكثر؟ والله أنا أميل لأنه طبعا نحن في نوع من الآن في الإخراج، يعني في الفكرة المخرج المؤلف، يعني فكرة تبدأ من فكرة، وفي الناس اللي بيتعاملوا مع العمل الروائي ويحولوا إلى نص، هذا صعب جدا على فكرة. فمثل ما قال الأستاذ مصطفى، يعني العمل هذا أنا بعتقد وهذا من هذا المنبر برضو أطالبه بأنه فيه شغل كثير جدا ممكن يطلع منه، يعني إذا بالتحديد في الجانب تبع اللي هي العلاقة بين الشيخين دي جديدة صراحة. يعني فين أنا الدجل يعني منتشر في المناطق دي، ومش كده متناول الموضوع، يعني هذاك الشيخ داخل بفكرة انه
يعني دار يعني يعني بيمس مباشرة أخلاق الشيخ الآخر. وهذا في السودان يعني تناوله صعب وجريء وجريء. فإذا وجد من يتناوله بأمانة، لأنه هنا تدخل الرؤية، الرؤية الإخراجية والرؤية الفكرية للشخص اللي بيتعامل مع النص. يعني أنت تأخذ روح العمل وتسقط فيه أيضا جانب من من رؤيتك وروحك الفنية، لأنه الاثنين يؤدوا إلى يعني يؤدوا إلى الأمام. لكن إذا تناولت فكرة المخ الكاتب لوحده يعني أنت ما أضفت شيء، وهذا كان مزعج جدا. يعني هم كانوا ممكن يعني فعلا يدفعوا بهذه الفكرة وتأخذ بعد آخر، بعد جديد. ولا زال العمل الآن موجود فيه الإمكانية دي. يعني إنه إذا أستاذ مصطفى ده قاعد تناوله من الجانب ده تاني، أو رجع للتلفزيون ينتجوا مسلسل أحسن برضو، يقدر يتعامل في مساحة، في مساحة، في نعم. مساحة أكثر، في إبداع أكثر، وفيش يعني ممكن يطلع شغل كثير جميل يعني، والناس محتاجة له. وزي ما قال لك نحن نتعامل مع الأعمال هذه بتهكمية يعني مش بجدية، وهذا العمل كان فيه جدية، بس الوسائل بتاعت الطرح استخدامه ما يعني ما استخدم بشكل يعني. طبعا دي بدايات، والناس ما احنا ما دارين نتكلم على يعني، احنا نتحدث عن ناس محترفين لهم 40 50 60 فيلم لهم النات. بس ايضا التمكن من الادوات لايصال فكرتك بشكل جيد مهم، من تناولك للنص، استخدامك للديكور نفسه، المكان الموجود انت فيه. يعني هم لقوا مكان جاهز كان ممكن يستفيدوا منه اكثر باضافه بعض الحاجات وتحريك المشهد. فهاي شغلات فنيه تعتمد على موروث نظري طويل لك في التعامل مع الافلام او التعامل مع مشاهد سينمائيه او حاجات زي دي، بالاضافه للمجاميع. العمل ده الخارجي دي كلها كان ممكن يستخدموها، والمجاميع تضيف جماليات للعمل. طب هون هاي الملاحظه حكيناها وعم نكررها، بدنا نسمع رد الاستاذ مصطفى ابراهيم. هل انت يعني توافق الاستاذ تاج السر على هذه الملاحظه؟ انا اوافق الى حد ما، ولكن انا اعتقد انه العمل الذي ينتج في مواقع يعني ما مصنوع صناعة هو يكون عمل واقعي أكثر منه. يعني مشاهد قرية زي قرية الزوزاية، واللي هي قرية تبعد على حوالي 45 كيلو من العاصمة، هي من أطراف العاصمة أو من طواحي العاصمة. وماذا يشكل ذاك الشكل الذي يعني الذي منذ تصوير هذا الفيلم؟ هذه القرية، هذا الجو هو الجو الطبيعي البيئي الذي يمكن أن يقود إلى الانفعال بمظاهره العامة. الأستاذ تاج السر ذكر أنه ضمن هاي الظروف كان ممكن استغلالها أكثر يعني دون إضافة أي شيء. يعني مثلا في مشهد في البيت، البيت سرير بس، يعني ممكن يكون في مجموعة بتاعت دجاج موجودة في البيت تخلق حركة في المشهد، غنم موجودين في الصموير، يعني من نفس البيئة. ما كان مستخدم ده كثير، ما استخدم المسجد 10 12 نفر، يعني الغرية عادة في الغرة بيعرف هي نقطة المجاميع، استخدام أيوة المجاميع. يعني مثلا في الغرية بالتحديد يوم الجمعة ده كل من هب ودب يجي، اللي ما كان بيصلي بيجي يصلي، فهذا الطبيعة. طيب أنت نحن ممكن نعمل زخم أكبر، الناس موجودين كلهم تجيبهم، يعني مشاهد جنازة تلم كل الأهل الناس تجيبهم. طيب نسمع رأيك. فدي مشاهد، فدي دي الشغلات المجاميع، يعني ناس موجودة أصلا. ربما هناك مبررات عند الأستاذ مصطفى لهذا الموضوع. هي 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 القرية بالنهاية هي قرية محدودة مهما كانت، والمجاميع فيها ليست كبيرة، وهذه المساجد ما هي مساجد الجوامع مثل الجوامع الكبيرة اللي مثلا في أطراف العاصمة ولا في غيرها أو في المملكة العربية السعودية مثلا، هذا مسجد وهذا جامع، إنما هي 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 مسجد قرية بالنهاية. والوعي في القرى قد يكون اقل من الوعي في المدينه. اذا حركت الموضوع الى مجاميع كبيره، الى 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 ناس مستنيرين، الى 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 ذخم اخر غير هذه القريه اللي هي قريه بسيطه والفهم فيها قليل، وحتى المعرفه فيها بالدين الى حد كبير جدا، نشوف شائبات كثيره جدا من هنا استغفلوا. ما احنا عايزين نقول انه هذه البيئه البريئه، هذه 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 القريه الامنه حصل فيها حراك غير طبيعي من اناس اخرين قادمين من المدينة يدفعهم دوافع أخرى غير الدوافع اللي أظهروها، وبالتالي من هنا حصلت الخدعة وحصل الاستلاب الوجداني والاستلاب الديني، لأنه هنالك فهم قاصر. فلو لو أن المجامع كانت في مثلا كنا يمكن أن نعمل هذه المجامع في إحدى المساجد الكبيرة مثلا في العاصمة، ونحن على بعد 45 كيلو من العاصمة،
ونتحرك من العاصمة يوميا إلى مواقع التصوير. لكن حاولنا أن نحكي أن تكون هذه البيئة بيئة صغيرة وبريئة، وأخذنا مجامع كثيرة جدا، مثلا طلبة الخلوة حركناهم من خلاوي وأخذناهم إلى هذه المواقع بحافلات، حتى يعني تكون هذه البيئة هي البيئة المطابقة لتلك البراءة وهذا الجهل بالدين. لأن هناك كثير جدا من الآليات التي استعملت هي كانت وسائل لو أن بها وعي ديني، مثلما كان هذا الشيخ الذي كان يقرأ القرآن والذي كان في 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 هذه القرية علم من أعلامها، لم يستطع أن يقنع الآخرين بأن هذه الممارسات التي تم أمامهم هي ممارسات خاطئة. وبالتالي احنا عايزين نقود الناس إلى قرى بريئة آمنة ليس فيها معرفة كثيرة وليس فيها مجامع كثيرة. نعم. بعيدا عن هذا الموضوع، يعني بصراحة أستاذ مصطفى، أنت هل تركت الحرية للمخرج جاد الأجبارة ولي يعني هو أيضا كاتب السيناريو مع الأستاذ مكي سنادة، هل تركت لهم الحرية وأيضا حتى الممثلين طبعا وطاقم الفني أن يؤدوا عملهم بحرية تامة، أم أنك كنت كمنتج وأيضا كاتب للرواية ربما تتحكم بالعمل بشكل عام؟ لا 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 يجوز ولا 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 يستطيع المنتج ان يعمل مداخلات فنيه اثناء التصوير ولا حتى اثناء الريهرسل اللي هو اثناء لا لا بس هون ما فينا نغفل انه حضرتك لك وجهه نظر فنيه في انت لست صاحب مال فقط كما ذكرت، انت يعني كما ذكرت لك خبره في الاعلام ولك نظره وطموح فني ايضا وخبره في هذا الموضوع، فهذا يمكن كان يدفعك للتدخل احيانا ام لا؟ لا من الناحيه الفنيه انا لا اتدخل وليس لي يعني رغبه في ان احور مثلا يعني رؤيه المخرج الى رؤى اخرى، انما المخرج نفسه شعر بأنه هذا الكتاب يحكي وجدانه، وبالتالي هو حاول أن يقود العمل في اتجاه الرواية من قناعاته الشخصية، وهذا الذي دفعه في أن يكون أن يتولى إخراج هذا الفيلم، ودفعه بأن يعني أن يوعز إلي بأن نخرج هذا الفيلم سويا، وإلا لكان من حقه أن يصر في أن تكون رؤيته غير رؤية الكتاب. طيب أستاذ تاج السر حول نفس النقطة. نعم. برأيك يعني كون كاتب القصة هو المنتج إلى أي درجة ربما يعني يؤثر على حرية العاملين في الفيلم؟ والله شوفي نحن ظروفنا يعني طبيعة السودانية، يعني الآن الأستاذ مصطفى هو طبعا ككاتب وفي نفس الوقت مخرج لا يستطيع أن يتدخل حتى، لأنه في نوع من التعامل بالتحديد كمان إذا الشخص اللي بيتعامل معه هو رجل قديم في العمل ورجل كبير يعني بيستحب الخجل إنه يقول له الكلام ده أيضا. فنحن ضحايا لهذا دائما أحيانا يعني إذا بالذات هو كمنتج ما حيقدر يتكلم وأنا فاهم ظرفه، لكن في دول تانية في يعني أنا عشرنا ناس يعني المنتج ما بيخلي إذا شاف حاجة تضر لأنه في النهاية هو منتظر فلوس من هذا العمل يعني بالنسبة له الموضوع تجاري. أستاذ مصطفى ما كان بينظر للموضوع موضوع تجاري، همه إنه هذا العمل يطلع وتشاهده الجمهور، دي كانت الفكرة الرئيسية. بعدك جاب فلوس هذا من حظه، ما جاب هذه موضوع تاني. لا يتدخل وهو ما تدخل، أنا متأكد ما تدخل لأنه العمل ده فيه جزء كتير يعني لاعب دور كبير المخرج في إنه كان ممكن يكون أجود من كده، لأنه هو أيضا يعني رجل يعني له خبرة كبيرة لكن كلاسيكي كلاسيكي في العمل، يعني حتى يعني التصوير في الشغل ايضا ما اخذ المنحة المفترض ياخذه جماليه المكان جميل، هو زي ما قال لك غريبا بريئا محدوده بس ما استفادوا من الموقع جماليا. الجمال بيخدم الصوره وبيخدم المشهد، يعني احنا ما دارين صور تقليدي يعني او صور واقعي، الفن انت بتغير الواقع يعني بتضيف له في واقع فني اسمه واقع فني، فجمالية من ضمن هذا المشهد. فبالتالي ما تعامل لأنه الأستاذ جاد الله الله يدي الصحة والعافية من يعني المخرجين الكبار في السودان والقدام جدا يعني الخمسينات الرجل بدأ شغل تصوير يعني نصف قرن يعني من العمل ولا كيف أصدقه، فهذا الرجل ما تقدر تقول له أنت يا أخي شغلك ده كده خلاص دي طريقته ودي إمكانياته، حد عايز يعمل يتعامل برؤية تانية تناوله وتناول انا بالرؤيه مختلفه، يعني لو عايز يتناول العمل ده تتناول من سكه مختلفه تماما.
فبالتالي لن يستطيع أن يتدخل حتى كمنتج أو كمخرج. نعم. فلأنه في أشياء كثيرة هم تدخل فيها، يعني في مشاهد مفتعلة، في مشاهد في المحاكم مثلا، في المحكمة الممثل فول الأستاذ أيضا هناك كان ممكن يبقى في أشياء كثيرة أيضا ما استفاد منها، فأشياء يعني مع الحوار كده. لو عدت بالسؤال إلى الأستاذ مصطفى، يعني لو بختام هالحوار حاولنا نستخلص النقل التي أرادها مصطفى إبراهيم من إنتاج هذا الفيلم، وهل تحقق فعلا هذا الشيء؟ يعني نحن بالدعاية للفيلم ربما قرأنا أنه الفيلم هو محاولة لإعادة العافية لصناعة السينما السودانية وإعادة أبطال المسرح السوداني إلى أو نقلهم إلى نجومية السينما، هل فعلا تمكنت من تحقيق ذلك؟ بحول الله هذا الذي تم، يعني ما تم تحقيقه من هذا الفيلم هو حتى تجاوز كل التوقعات اللي كنا نتوقع منه، بدليل أن مثل هذا الفيلم الفريد أو الوحيد أو اليتيم كما كان يسميه النائب الأول رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، استطاع أن يخترق كل المهرجانات السينمائية بدءا من مهرجان دمشق والصيدة والفجر في إيران ومهرجان قرطاج ومهرجان فيلم العربي في باريس، وفاز بالجائزة التقديرية عام 2000. هذه النجاحات واضح جدا أنها شكلت يعني زخما كثيرا وانتباه كل الناس بما فيهم المسؤولين، حتى السيد رئيس الجمهورية يعني جلس لمدة ساعتين يشاهد هذا الفيلم معه كثير جدا من فعالياته، وهي موجودة الآن في مقدمة الشريط الفي اتش اس، وبالتالي هو شكل نقلة واضحة جدا لوجدان الناس تجاه السينما في السودان، حتى أكثر مما توقعت، حتى أكثر وطمحت. مما توقعت وطمحت مما مكنني أنا أيضا أن أقنع الناس مرة أخرى في أن أنت فيلما آخر يمكن أن يكون في أن يواصل المسيرة. طيب ردود فعل الجمهور السوداني، يعني ردود الفعل المباشرة اللي وصلتك، يعني بعيدا عن المشاركة بالمهرجانات وردود الفعل الرسمية، ردود فعل الجمهور السوداني كيف كانت؟ الجمهور السوداني تمت المشاهدة في فيلم قاعة الصداقة، وهو أكبر فيلم ما أكبر دار سينمائية في السودان لمدة تزيد عن 20 عرض، وكان الحضور حضورا مقدرا ومكثفا، ثم أن هذا الفيلم قد عرض في التلفزيون القومي 3 عروض متخصصة، 3 عروض مشتراة، ثم عرض في قناة النيل الأزرق برضه هي القناة الثانية، عرض في قناة الخرطوم المحلية اللي قناة ولاية الخرطوم، وعرض في طيران سودان إيرويز اللي هو طيران الخطوط الجوية السودانية لمدة عام كامل في جميع الرحلات الخارجية، إضافة إلى أنه عرض في طيران الخليج لمدة 3 أشهر. هذا يحقق له حضور كبير. هذا يحقق له حضور كبير جدا، وبالتالي مشاهدة كبيرة. مشاهدة كبيرة مما الآن أصبح الفيلم أشهر من أن أسمى به أنا. وكثير جدا من يعني يودون أن يذكروا الفيلم بخير صاروا ينادونني بنفس اسم الفيلم في كثير جدا من المواقف، حيث شكل يعني حضورا واضحا جدا وأوعز للآخرين في أنهم يعني والقطاع الفني السينمائي يعني وجد برضه ضالته، والقطاع التمثيلي في حوالي 20 ممثل سوداني ظهروا إلى العالمية وأصبحوا شخصيات الآن معروفة، والآن صارت السينما السودانية الآن ينظر لها بأنها هنالك سينما. نعم. بل نحن شاركنا في كثير جدا من المهرجانات، من ضمنها آخر مهرجان 2007 في مهرجان زيمبابوي العيد العاشر. وما زالت يعني كل الطلبات تطرا الى السودان بحيث يعني انها تشارك في المهرجانات وتشكل حضور. ممكن نحن في مهرجان زيمبابوي الدول العيد العاشر الفيلم العربي الوحيد الذي تم اختياره وتم عرضه في العرض الرئيسي والعرض وعرض خاص لطلبه الجامعه في جامعه زيمبابوي. إذن بختام هذا الحوار مع المنتج السوداني الأستاذ الكبير مصطفى إبراهيم، طبعا بدنا نتمنى لك كل التوفيق وأن تبقى دائما لديك هذه الرغبة وهذا الطموح الكبير في دفع السينما السودانية نحو الأمام وتغيير يعني شكل الواقع السينمائي في السودان. وأيضا المنتج والمخرج السوداني الأستاذ تاج السر جارون، كنت ضيف عزيز على برنامج سينما مختلفة على شاشة الشروق، أشكر لكم حضوركم، ومشاهدينا لكم أيضا كل الشكر، ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة، لكم مني أطيب التحيات وإلى اللقاء.